بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم على لسه ما زلنا مع الديكشنري. اتكلمنا فيه، خلصناه كله المرة اللي فاتت، لكن قلنا إن في مستوى تاني، فيه مستوى تاني آخر خالص اسمه النستد ديكشنري. تمام؟ النستد ديكشنري ده إيه هو فكرته؟ فكرته إن إحنا في الطبيعي بتاعنا بيجي نعرف ديكت، تمام؟ بنقول الكي كولون الفاليو. الفاليو دي لو انا حطيتها سترينج تبقى سترينج، حطيتها نمبر تبقى نمبر. طب لو حطيتها ليست، لو حطيتها ليست هيبقى ايه الوضع؟ تمام؟ القيمه هنا بتشاور على قيمه، الكي بيشاور على فاليو، وهنا الكي بيشاور على فاليو برضه، بس الفاليو دي مجموعه، تمام؟ كوليكشن، يعني كوليكشن ممكن تكون كوليكشن من النوع ليست زي المثال اللي قدامنا. هو هنا كتب النيم كذا، الهوبيز مثلا بينتنج مش عارف كوكينج مش عارف الى اخره، فحاطط له الريد كذا حاجه. وبرده من الملاحظات المهمه ان ممكن تكون الفاليو اصلا ديكشنري برده، فيبقى عندك كده تقسيمه. الديكشنري ده بالشكل ده بنسميه اوبجكت، ساعات احنا في الفصل بنسميه اوبجكت. فالشكل بقى عامل كده، بقى الكي الاول يشاور على قيمه، الكي الثاني ممكن يشاور على قيمه ثانيه، الكي الثالث بيشاور على ممكن نستد كيز. امتى نستد كيز؟ لو هو اوبجكت، لو هو ديكشنري برضه، يعني رقم ثلاثه بيشاور على ديكشنري برضه، الديكشنري الثاني دوت اصلا عباره عن كيز وفاليوز، فبقى اصبح ثلاثه بتسلمني النستد كيز، كل كيز بتسلمني الفاليو. واخدين بالكم من القضيه؟ العملية بقت فيها ايه؟ شغل متسع كده. تعال نشوف مع بعض على طول مثال. بسم الله. هوريكم الفكرة ممكن تفيدنا ازاي؟ تفيدنا فين؟ لو دخلنا اخر مثال عندنا، لو كان 2.85 ماشي، ايه كده اخد منه كده نسخه واسميه 6. طب ماشي، احنا كان عندنا بنعرف عادي زي الموظف، فاكرين الكلام ده؟ طبعا احنا دلوقتي هشيل كل الكلام ده، وهم قال ان احنا بنتكلم على المره دي على حاجه اسمها نستد ديكشنري. تمام؟ ايه الفكره بتاعته بقى الاستاذ ده؟ تعال ناخد كذا شكل الاول، هناخد كذا فكره، يعني من الافكار اللي توضح لنا القضيه ماشيه ازاي. اول واحد او اول حاجه كانت عندنا ان انا جاي اي مثلا ام، صح؟ وقت تساوي قوم اعرف كده، وجاي قايل والله الام باي دي، وده بيساوي مثلا مثلا كوما الاي نيم اسم الموظف مثلا، او مثلا مش عارف ناخد اي حد منكم، محمد ابراهيم. ماشي، ماشي. الجوب مثلا حطينا له مثلا ديتا بس. ده أول نوع، ده أول نوع اللي إحنا أخدناه العادي. طيب عايزين نضيف بقى إيه قصة كده جميلة في الأخ ده. ده أول شكل، ده مش نستد، تمام؟ هشتغل إزاي النستد؟ أقوم جاي هنا ومعرف MB2، إيه اللي هيحصل؟ أقوم جاي قايل له مثلا لو عايز أضيف أرقام التليفونات، تمام؟ الفونز، عايز اضيف الفونز، فلقيت نفسي عايز اعمل ايه؟ عايز احط قيمه عباره عن ايه؟ عن ليست، عباره عن ايه؟ عن ليست. اقول له مثلا 0 11 مثلا مثلا، و رقم تليفون تاني 0 مثلا 12 تمام؟
بكده انا عملت ايه؟ خليت هنا كي فاليو كي فاليو كي فاليو، هنا كي وها ودي كلها فاليو. الفاليو ذات نفسها عليها شغل اخر، عليها شغل اخر. تمام؟ طيب مفهومه دي ولا ايه؟ مش شافه شكلها متشاف يعني، مفهومه مقبوله من وجهه النظر يعني، من وجهه النظر كده متشافه مفهومه فكرتها عامله ازاي؟ نعم دكتور، بس ليش مش انتجر؟ ليش سترينج هي اللي داخل الليست؟ ليه يعني؟ داخل الليست الفونز سترينج صح؟ اه سترينج طبعا، ارقام التليفونات دايما سترينج. نعم تمام، دايما بنحط واضح، لان لو حطيت رقم هو غلط يعني. احنا في العادي في الانسان، الانسان العادي بيطلق على حاجات كتير رقم، ورقم هي مش رقم، اولهم رقم التليفون ده. ليه؟ لان ممكن يكون في بلس، يكون حاطين ممكن يكون في بلس بس لا، وممكن اصلا الرقم اللي قدامك ده اقوله صفر على الشمال، صفر على الشمال برضه ما ينفعش في الارقام، فهو مش مفهوم ومش مفهوم رقم. تمام؟ واحنا بنتعامل معاه مش رقم يعني، حتى في الحياه ما بتتعاملش معاه ان هو رقم يعني. حدش بيقدر يقول لك ايه ده رقمك تليفونك كام، يقول لك رقم تليفوني 123 مليون و5700، ما حدش بيعمل كده فاهمني؟ ما حدش بيعمل كده، بيبقى ليك ديجيتس انها نصب، زي مثلا رقم المنزل مثلا نفس الكلام، ما هوش رقم. بص ببساطه جدا عشان ما تلخبطش نفسك، مش كل كلمه رقم قلناها في الحياه تبقى رقم في الكمبيوتر. الفاصل حاجه واحده بس، اسال نفسك سؤال، تقدر تعمل عمليه حسابيه؟ لو تقدر تعمل على اي رقم قدامك عمليه حسابيه يبقى ده رقم. جميل. مش هتعمل عمليه حسابيه يبقى ده مش رقم على طول، استحاله يكون رقم. جميل. نعم. يعني انت رقم التليفون مش معقول هنعمل هنضرب رقمين تليفون في بعض. او رقم المنزل، مش هقول رقم المنزل ده زائد رقم المنزل ده يبقى رقم المنزل اللي بعده، ما بتحصلش. صح؟ فالحاجات كلها اللي بنسميها رقم بس ما بيحصلش عمليه حسابيه في الكمبيوتر عندنا نص، مش عمليه حسابيه. تمام كده؟ نعم واضح. تمام، ده شكل، في شكل تاني خالص، شكل تاني ام 3 مثلا مشهور عندهم مثلا في الدول اللي بره، مثلا ان النيم يجي بتاع ده معايا، بيجي فيرست نيم ولاست نيم مثلا، صح؟ او الادرس. نعم خلينا يا عم احنا ناخد حاجه بتاعتنا احنا مثلا، وعايز اضيف حاجه كمان اللي هي الادرس، ماشي؟ بس الادرس انا عايز ادخله بمفهوم مختلف. ايه هو؟ عايز اقول الكانتري، السيتي، الاريا، يعني البلد والمحافظة والإيه والمنطقة. ممكن الأدرس نفسه يعني ممكن تدخل فيها كتير، هو الأدرس دي حاجة مفهوم كبير يعني بالنسبة لي في السيستم بتاعي مثلا. فما إنه ماشي أنا كده هضطر أعمل الأدرس بيساوي إيه ومتعامل كده. عملته كده إيه؟ عملت كده ديكشنري برضه صح؟ ديكشنري نعم. قمت قايل له ايه؟ الكانتري بتساوي مثلا ايه؟ ايجيبت مثلا. ماشي؟ قمت قايل كوما، وبعدين قمت قايل ايه؟ السيتي، قمت قايل مثلا ليزا مثلا. تمام؟ والاريا اي حاجه. او ندرس على اللي هو التفصيل يعني اصلا. اللي هو 15 مش عارف ايه مش عارف ايه ستريت اي حاجه ماشي. الجديد هنا بقى الجديد هنا الكي ده بيشاور قدامه على ايه؟ شهر تاني كامل مكمل. قصه ثانيه، قصه ثانيه، ده برضه شكل، وده الشكل اللي انا دايما اما اجي اشتغل دايما ده. عارفين ليه ده؟ عشان ده اللي فيه كل الشغل، تفتح بيه كل الافكار، هو ده.
منظر في كل الافكار. انت فكره اللي هي الكوليكشن اللي هي الري يعني، او سواء كانت ليست او اي نوع من انواع الحاجات الثانيه، وهنا الدكشنري ديت او الدكشنري ديت قضيه ثانيه. يعني لو انا جيت ممكن بقى اسلوب ثاني اعمل لك ام بي 4 وهشتغل لك باسلوب ثاني برضه شهير. اساليب برضه اللي ممكن نمشيك كده في قصه. هو انا الكي بتاعي ينفع اخلي الكي بتاعي زيرو؟ عادي صح ولا ايه؟ ينفع اخلي الكي بتاعي، محدش بيقدر، ينفع اخلي الكي بتاعي زيرو؟ ينفع. نعم ممكن. المشكله تمام؟ وانت جاي عايز ام باي دي 1 2 3 7 ماشي؟ والام بنيم مثلا كريم بفاك تمام؟ وليكن يعني على البساطه دي ممكن تحطه مثلا خليها كده. طبعا ممكن اي حاجه معقده من اللي فوق ممكن تحط حاجه من اللي فوق اصلا. تاخد كوما لو قلت واحد تواخد واحد تاني سليم مثلا، بيت قلت بعد كده اثنين هيضرب مني بعد كده، بس انا عايز يعني افهمكم الشكل بعد كده بظبط الحاجات دي بعدين ماشي. ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي حصل هنا؟ الكي صارت معاها ديكشنري. الكي اكني عملتها اندكس. نعم. الكي اكني عملتها اندكس، صفر 1 2 3 صح ولا ايه؟ صحيح. يعني اكنها اندكس بتاع الليست. وخليت الفاليو بتاعتي عباره عن ايه بقى؟ اي حاجه انا عايزها. نعم. اي حاجه انا ايه؟ انا عايزها. وابدا اكنها بقى روز جوه تيبل. واخد بالك؟ اكنها روز جوه ايه؟ جوه تيبل. واشتغل معاها زي ما انا عايزها. بقى مجموعه من بيانات موظفين وبشتغل عليها زي ما انا عايز وخلاص. فطبعا دي افكار، مجموعه من الافكار ازاي بنعرف النستد ديكشنري ده. تمام؟ سواء كان ديكشنري جوه ديكشنري او ديكشنري جوه وليست جوه اي حاجه. تمام؟ هي حاجات مركبه يعني كوليكشن جوه كوليكشن من الاخر. كوليكشنز بقت كتير. كوليكشنز بقت ايه؟ وبناء عليه بنبدا نشتغل بقى على حسب الايه؟ على حسب القيم او الاشكال اللي هي موجوده عندنا. فلو انا طبعا اول حاجه هناخدها مثلا لو انا جيت قلت له برنت طبعا هيضرب منه، ممكن يضرب منك مسافات ولا حاجه. ام ب 1 ده عادي، ده العادي. بس كده هيبقى طبعا ده انا طالع انفاليد سنتكس. دي انفاليد سنتكس. هو ماله هو كابتن وإحنا إيه اللي عملناه هنا؟ طيب ممكن أنا أشوف، طب ممكن أعملها سنجل كود كده عشان ممكن يكون لا سوري سوري ارجع كده باك. إحنا بس ما قفلناش الدبل كوتيشن، هو مش شايفها، إحنا اللي عينينا ضايعة مش معقولها بلون، بس اللون السيء اللي هو مختاره اللون الغامق ده خلانا انا مش شايف القيم. وبعدين اخدتها كابل بيست، الغلطه كانت مترحله معانا في كله. فاهماني؟ مظبوط كده؟ تمام؟ ايه اللي حصل؟ ان باي 1 2 3 4 ده العادي، ده اول نوع من الانواع صح؟ طيب احنا عاملين من كام واحد؟ أربعة. قلنا لهم يلا أربعة، قلنا كلهم كده خلينا إيه؟ نشوف شكل الناس. الرز في خمسة هتلاقي
ان احتوى على البيانات بدون اي مشاكل، صح؟ قدر يشيل البيانات بتاعتنا، ما فيش عنده مشكله. طب بس احنا دلوقتي يعني انا مش عارف، انا حاسس ان هو جميل جدا، انا ما اعرفش انتوا يعني انترست بالموضوع ولا الموضوع بالنسبه لكم مقلق ولا ايه. طبعا ده بالنسبه لي موضوع بيفتح لك افكار جميله وشغل بقى ايه، يعني اكنك هتبقى حياتك كلها ديكشنري كده، فاهم ازاي؟ واحط بقى البيانات بتاعتي والعب بيها لو كان في بقى يعني شغل جالي من اكتر من مكان اقدر اجمعه في اوبجكت واحد واشتغل عليه واقدر اعمل يعني داتا ستراكشر حاجه محترمه. بس ما اعرفش بالنسبه لكم جود ولا ايه؟ دكتور نعم ممتاز ممتاز جميل تمام. لو جيت دلوقتي انا بقى عايز اعمل حاجه تانية على نفس الشغل اللي احنا شغالين ده، بس انا عندي مشكله، انا عندي عايز اكسس ازاي اكسس الانواع الغريبه اللي احنا عملناها دي، اهم حاجه ازاي اشتغل معاها يعني اوصل لبيانات منها ازاي. الاولاني ما عندناش فيه مشكله يعني الاول ما عندناش فيه مشكله، وانا احتمال استبعده عشان ما نضيعش وقت. تعالى خلينا في الثاني كان فيه اريل صح؟ فانا لو جيت قلت ام بي 2 يعني لو جيت قلت له اطبع لي ام بي 2 خلاص اطبع للبراند ازاي اجيب منه الفاليوز بتاعته؟ طيب لو جيت قلت له برنت الام بي 2 اوف اوف وبديله الحاجه اللي انا عايزها صح؟ لو قلت له اوف جوب عادي هيطبع لي الجوب لان دي وان فاليو ما فيهاش اصلا اي مشكله صح؟ طيب جوب فور دي واحده ما فيهاش حاجه. طيب لو قلت له فونز قلت له هنا عندك فونز بشكل تاني بص الخمسه قال لي جوب مش موجوده ليه مش موجوده؟ اسمها جوب ولا غلطانه جي كابيتال؟ ما انا جايبها جي اسمها تمام عندك حق جي كابيتال انا اصلا كل حاجه عاملها اسمه اشمعنى الكلمه دي عملتها كابيتال؟ مش فاهم يعني عامل الكيس دايما انا بحب اعمل الكيس دايما تبقى كلها سمول بس عملت فعلا كذا واحده كابتن ده انا تقريبا بخرب او سرحان يعني كنت سرحان حاجه ماشي اوكي لو وصلنا في خمسه اللي حصل ادي اهو قال لي بقى الجوب طلع اديت اناليست صح وبعد كده قال لي ايه فونز طبع لي الليست صح فونز طبع لي الايه الليست قلت له حلو حلو بس انا محتاج كمان منك ان انا ايه اوصل بقى التليفون تليفون صح؟ اوصل التليفون تليفون لو انا عايز اطبع التليفون الاولاني هاكسسه ازاي؟ هقول فونز هتوصلني للليست اقول له اوف زيرو يعني ده بالنسبه لي كده لغايه هنا الايه؟ الليست صح؟ فاليو الليست نعم ليست ليست كامل وابدا اشتغل عليها بقى ليه اوف زيرو اوف 1 واشتغل بقى شغل ليست كامله شغل ليست عاديه جدا يعني لو جيت عملت كده وقلت ده الكون الثاني التليفون الثاني يعني هنا هغير اخلي الاندكس بتاعي كام؟ واحد هي لو انا جيت قمت عامل كده قمت قايل فونز تساوي قمت قايل ام ب 2 صح؟ قمت قايل ايه؟ فونز هي بقت ليست صح ولا ايه؟ بس هاكسسها بقى بالشكل العادي بقى هقدر اكسسها دلوقتي ان انا بقى قايل ايه؟ فونز اوف زيرو فونز اوف واحد اكني بقى ليست عاديه اكني ايه؟ يعني بدل ما انت لو دي مضايقاك يبقى ليست ايه؟ عاديه دي ايه هي دي؟ دي ايه دي؟ كل الفكره ان انا وصلت الامب اوف فونز دي هجيب لي ليست كامله امب اوف فونز اوف زيرو وامب اوف فونز اوف 1 او احط الايه؟ الامبس الفونز احطها جوه فاريبل هيبقى عباره عن ليست
ومنه اشتغل ليست عليه. ومنه اشتغل ليست ايه؟ يعني لو جربنا كنترول ليست قلت 5 ادي الشكل بتاعه. ادي الفوق الاولاني جابهولي، الفوق الثاني جابهولي، الفوق الاولاني جابهولي، الفوق الثاني ايه؟ جابهولي بالشكل الطريقه دي يعني بالاسلوب ده مره وبالاسلوب ده ايه؟ بالاسلوب ده مره. هل في اي مشكله كده؟ ممتاز. لا تمام. خلونا على الشكل الاول نعمل مثال كمان على الشكل الاول وبعد كده ارجع اخد الاشكال الثانيه كل واحده السطر واحد. لما انا خلي ده كده وخلينا كده خلي شويه وقت على الايه؟ على الاخ ده بس كده وسرحنا بالباقي. اخر حاجه عايز اعملها وانا بطبع بس ان انا اطبع بلوب مثلا. طب انا لو عملت فور صح قلت ايه؟ ام ان ام ب 2 صح؟ ها قلت له برنت. طبعا احنا ممكن نقول له ام ب 2 دوت ايه؟ ايتمز ودوت ايتمز بترجع لي الكي والفاليو صح؟ نعم. انا اقول له انا كي فاليو عشان شكل الطباعه. فانا هقول له مثلا ايه؟ كي كوما خلاص ماشي؟ طيب لو دوست كنترول اس ودوست في 5 عمل لي كده. فجاب لي على طول الام بي اي دي كذا، الام كذا، الجوب كذا، الفونز كذا صح؟ عايز اطبع الفون بقى كل لوحده فانا لازم ازود هنا. ممكن بس كده او جاي ده طبعا شكل العرض مش قضيه. لو جيت قلت هقول اف ان الكي لو كان بيساوي ها فونز ابدا اشتغله شويه ده ابدا اعمل ايه؟ اخد اندنتيشن. الحاله دي هقول مثلا لو كانت فونز فانا عرفت ان هي هتبقى ايه؟ ليست. ليست بعمل لها لوب لوحديها لان الليست محتاجه لوب لوحديها صح؟ نعم. فاعمل له ايه؟ بي اللي هو فون ان فونز. فونز هتبقى هي الفاليو. الفاليو دلوقتي نعم يعني الفاليو هتبقى شايله الليست صح؟ الفاليو واخدين بالكم يا شباب؟ الناس مركزين معانا ولا لا؟ الفاليو المره دي البي المره دي الليست هي الليست بتاعت التليفونات. قد تكون اثنين ممكن تكون ثلاثه ممكن تكون اربعه ممكن تكون 10 مش قضيتي. هدف البي وكل مره هو جاي طابع ايه؟ برنت اقول له ايه؟ فون وكولون كده وكوما واطبع الايه؟ البي. تمام؟ دي الايه؟ الفور. ارجع كده قصاد الاف على طول قصاد الاف احط ايه؟ الس. في الالس اعمل ايه؟ ما كانتش فونز اطبع اطبع الكي والايه والبال كي والايه والبال. كنا جربنا كده كنترول اس 5 نقطتين الكولون كنترول اس 5 قال لي في عندك غلطه في الكي والبي كانت اونلي كونكاتنج سترينج دوت انت. هي بس كانت عايزه لو انا عايز اظبطها او ما اعمله في المات فاهمني؟ نعم صحيح عشان بس نريح. خمسه طبعا دي الطريقه القديمه ادي الطريقه الجديده اهي الام باي دي كذا صح؟ الاي نيم كذا الجوب كذا وبعد كده الفونز ايه؟ نزل. طب تلاحظوا هنا في مسافه لان دي طبعا اكيد انا مثبتها جوه يعني انا الاوتوماتيك ثبتها فعملت كله ايه السبيس صح؟ ليه؟ بعد ال قبل الكي صح؟ نعم دي نفس الكلام. دي كده كانت ايه؟ ازاي نتعامل مع اول نوع من انواع الليستد ايه؟ ديكشنري صح؟ طيب خد دوت
سيف. انا عايز سته تقريبا، بس عايز حاجه بسيطه. طيب ماشي. انا هسيب دوت اخليه 88. وافتح بس المثال انا بس محتاج ايه ثالث بدل ما إذا نشتغل مع ده، ده أعقد، ده أعقد. طبعا MD3 لو قلت له طبعا الجوب هيروح يجيبها عادي، صح ولا إيه؟ صديقي ما بقاش. الفونز برضه نفس الكلام اللي إحنا اشتغلناه قبل كده مع الفونز، ينفع هنا وهو ما يغيرهاش حاجة. صح؟ طب الادرس، الادرس بقى اكسس الادرس ازاي؟ لو عايز تاكسس الادرس ممكن اطلع مثلا، عايز اطلع الكنت او اطلعهم لوحديهم، يعني اطلع الكنت لوحدها واعمل ايه بقى؟ هات الام بي 3 هنا هيبقى مين؟ الادرس صح؟ معلش معايا؟ نعم نعم الادرس، الادرس بس الكي الثاني، الكي الثاني هيبقى كده مكتوب فيه كلمه ايه؟ كانتي، لان الكي الثاني مش ليست، ده ديكشناري هو ايه؟ اندهات عباره احنا اللي كاتبينها بايدينا. فبالطريقه دي انا اقدر اطلع الايه؟ الباقي، اقول له السيتي واقول له الادرس، الادرس ادرس. هنا اقول له دي ستيتي، اقول له دي مين. طيب لو انا سبت دي اللوب اللي احنا كنا عاملينها دي، هي هي مش شغاله فيها، هتطبع عادي جدا عادي، يعني التليفونات هتطلع مظبوطه. اه طبعا هتطلع مظبوطه. وهنا يحصل ايه؟ هيطبع كل دي، بس هيجي عند الادرس يقوم خبطوا لك كله ايه؟ قطع واحد. صح ولا لا؟ هيجي عند الادرس قطع واحد. فلو جبت كنترول اس ودوست اف 5 هتلاحظ ايه اللي حصل؟ اهو الفون الاولاني، الفون الاولاني طلع، الفون الثاني طلع، الكانتري جاب الايجيبت، السيتي جيزه، الادرس كذا كذا، صح؟ وجيت طبعهم بقى لك ايه؟ الام اي دي كذا، الايميل كذا، الجوب كذا، وجيت طلع التليفون الاولاني لوحده، طلع التليفون الثاني لوحده، وجا عند الادرس قام خابط لك الايه؟ الاوبجكت كله. خابط لك الاوبجكت كله لان انت ما فصلتش فيه، انت ما فصلتش ايه؟ ما فصلتش فيه، صح؟ طب لو انا عايز افصل فيه؟ قال له اه ماشي. اف ان الكي، الكي كان فونز، اعمل الشغل ده. مش اقول له ايلس اف، اقول له الك بقى. صح؟ لو ما كانش وكان، وكان الكي بيساوي ادرس ادرس. صح؟ هعمل شغل تاني ولا لا؟ ايلس خالص اه، ساعتها ايلس بس اللي هتطبع الكي والفاليو على طول مباشره. لكن هنا بقى هعمل الشغل الجديد بتاع مين؟ ديكشنري. خلاص ديكشنري عشان نشتغل عليه، واصلا بيشتغل كده، ممكن اشتغل عليه كده صح. انا عايز اسوي نفس الفكره، هو عامل له اللوب بتاعه لوحده، وهو قايل له كي كوما وفي ان مين ام بي 3 دوت ايتمز تاني. كده غلط، كده غلط، اه كده غلط. ليه؟ لان انا مش المفروض اقول له ده في ده كده يرجع في الاصل، لا انا عايز جوه الكي ده ادرس، الكي ده ما هو الكي ده لو ادرس صح؟ فاليو اسم دي زي اللي فوق. مش احنا كنا لما كانت فونز كنت واخد الفاليو كلها اللي كانت عباره عن ايه ساعتها؟
عبارة عن الفاليو اللي هي كانت الليست، صح؟ هي دي كلها، هي الليست دي كلها. طيب لما طلع ادرس قلت له خلاص اديني الفاليو كلها، اللي هي دي، دي كلها الفاليو، صح ولا لا؟ اخذ الفاليو ويبدا بقى يقطفها كي فاليو، اللي هي كي كانت فاليو ايه، كي سيتي لقد تاني جيزه فاليو، كي ادرس فاليو الكمان. لو جيت قلت له هنا بقى برنت، هقول بقى عادي بقى، هقول له برنت زي دي. بس انا بس مش حابب حاجه واحده، كلمه كي وفي هتعمل لنا قلق، لان عندك كي وفي وعندك كي وفي وعندك كي وفي، اوكي عندك كي وفي هنا وعندك كي وفي هنا، خدت بالكم؟ هتعمل لنا ايه؟ قلق شويه، ما بحبش كده. نغير ايه؟ الادرس كي والادرس فاليو، تمام؟ بس مجرد كده، الادرس كي والادرس فاليو، تمام؟ مجرد بس اللي ايه، ان ما يخشوش معاك كي في الكي، لان كده انت عندك مشكله، كي بتساوي ادرس تحت الكي، فيبقى انه كي بقى انه كي، تتكلم على كي دي ولا كي دي، ده مش كويس، ده يعرضنا مشكله السكوبي، تمام؟ طب لو بص كنترول اف 5 كنترول اس 5 قال لي في عندك مشكله، قلت له ماشي، قال لي انت عندك مشكله دلوقتي كده ان عندك قيم كتيره جدا رجعت، اسف ان هاخد الفاليو بس هقول لها دوت ايه ايتمز، صح؟ عشان لما يجيب لي ده كده، ده ريكشنري كله على بعضه خلاص، هو اتاخد بس اللي هي الفي، اللي هي الفي، اللي هي الفي، لا اللي هي اللي هي الفي، فاقول له دوت ايتمز عشان يفكهم لي كي فاليو، لان اللي بيفك كي فاليو هو الوحيد الايتمز، صح؟ صح، كنا ناسينها بس. فدوس كده تريس 5 امبا اي دي اهو، الايميل اهي، الجوب اهي، الفون اهي، الفون الثاني، الكانتري اتفكت والسيتي اتفكت والادرس ايه؟ طبعا جميل جدا، انت ممكن تتخضوا بس من الحاجات بقى، من اللوجيك اللي بدا يعلى والتفاصيل اللي بدات تطلع، بس طبعا الجو ده هيخلينا بعد كده نفكر، هو كلام جميل بس بدا يعقد. مثلا لو انا عايز الف على ليست، ادي الفور بتاعتها صح، لو انا عايز الف على ديكشنري، ادي اللوب او دي، ما دي هي دي صح، ايه هنبدا عايزين ناخد مفهوم اسمه الفانكشن، ناخد مفهوم اسمه ايه الفانكشن، ايه مفهوم الفانكشن؟ انا عايز اعمل القصه بتاعت اللوب في الديكشنري دي في حته لوحديها كده، ان دي لما اكون عايز الف على ليستا، ودي لما اكون عايز الف على ديكشنري، دي لما اكون عايز اطبع مش عارف ايه، دي لما اكون عايز اضيف لوحديهم كده، عشان ما يبقاش الكلام كله ايه داخل في بعض، فهمتوا؟ تنظيم يا اسف. ايه الكود؟ ايه الكود؟ ايه؟ 6 5 ادي الايه الشكل. طبعا ده شكل الاشكال، لو طبعا عندنا اخيرا اخر حاجه، وده يبقى سهل يعني ان شاء الله. خدت منه كده كابل وغيرت، اللي هو انه واحد اللي هو الاخير، اخر شكل عملناه الام بي 4 اللي هو ده، صح؟ بس برضه عشان شوف الشكل ده، ده شكل سهل، ده الشكل السهل بقى، ما فيهوش زعلانين منه حاجه، لان الشكل ده دكتور لو تغير الاندكس رقم 2 يعني يشبه رقم 0 ايه؟ الاندكس رقم 2 كريم ورقم 0 كريم برضه الاي نيم، قصدك تغيرهم لك يعني مش تفرق طبعا، هو مش ملوش دعوه بالتكرار، انت بتتكلم اكيد اكيد، بس عشان واحد يعني حلو. هنا اهو هاجي هنا اقول له ايه 4، لازم اقول له ايه 4 وفي ايه؟ وفي 0.
ده كده بالنسبه لي بقى عباره عن ايه؟ ها؟ ده على بعض صح؟ اسمه الجوب بقى اسمه الامبلي نمبر ايه؟ واحد صح ولا ايه؟ رقم اثنين هيبقى هو الدال اي دي بتاعه واحد. وعلى فكره انت ممكن تعمل حاجه كمان. انت ممكن يبقى لما تمشيهم 0 1 2 عايز تمشيهم 1 2 3 4 زي ما انت مستريح ماشي مش هيقول لك لا يعني فاهمني؟ مش هيقول لك لا. طيب ماشي. اشيل ده. اشيل ده. طبعا كده لو جيت خلي رقم 2 تريس 5 قال الموظف رقم 1 ام باي دي او النيم 2 الام باي دي والنيم والثالث كذا. طيب لو انا عايز اطبع حاجه داخليه هيبقى ماشيه كده معايا يعني الموظف الاولاني مثلا عايز اطبع بياناته يقوم جاي مثلا قايل اه لو انا عايز اطبع مثلا الام باي اي دي يبقى هقول له كده اهو يقوم جاي قايل له ايه؟ اوف زيرو ام بايه؟ صح؟